سؤال بيقول: عندي أب اعتراف بحبه قوي، لكن لما بقعد معاه واعترف مش بحس بفرحة، لأنه مش بيوبخني ولا يديني قانون ولا بيسأل عن أخبار حياتي الروحية، أعمل إيه؟ وأنا مش عايز أغيره. لا تغيري ليه؟ قولي له: يا أبونا من فضلك اديني قانون، قولي له: يا أبونا أصلي إيه من الأجبية؟ أقرأ إيه في الإنجيل؟ حدد لي يا أبونا أجي إمتى في القداس، طبعا بدري يعني، أعمل كام مطانية؟ أنت اسألي أبوك إيه المشكلة؟ ولو عندك مشكلة مع زميلة احكي لأبوك، يقول له: أبونا معلش عاوز أخد رأيك، أنا عندي واحدة صاحبة مثلا بتتكلم كتير ومش عارف أعمل معاها إيه. فأنتوا حركوا آباء اعترافكم. أبونا بيسمع الخطايا يقول لك ربنا يسامحك ويحلك، إنما أنت اسأل أبونا وانكشه عشان تطلع منه التدريب وتطلع منه القانون، لكن ما تسيبوش آباء اعترافكم.